صباحاً. صباح الفل عتوينسا الكل، صباحكم قهوة بنينة والفيل الزين اللي باش يرافق جل الأبراج آخر شهر في عام 2021. إن شاء الله نودعوه بالخير والأخبار الزينة. في كتاب ماجي فرحة توقعات الفلكية للعام الجديد قالت اللي 2022 باش يكون خير برشا من 2020 ومن عام 21. 22 أحسن من 21، نوصل إلى فترة جديدة تماماً سنة الجي والبعدها كمان أحسن. بدي أقول أنه سنة الجي منيحة، كل رح يمر بفترات منيحة. كيف كيف زيدا فما مفاجئات تغييرات للأفضل تحسين وضعية، عنا الفرحة وعنا زيدا أخبار سارة، ومنكن من أكثر الأبراج اللي باش يرافقها الحظ الزين وباش تكون محظوظة بنسبة كبيرة عاطفيا هما الأسد الجوزي وبرج الحوت. فما فرصة ارتباط، عندهم زواج حب من أول نظرة، فما موافقة قرار، زيدا فما مستقبل عاطفي ممتاز مجازفة، ونجاح راهو يرافق كل خطواتكم على الصعيد العاطفي. أوكي على الحمل مهنيا راهي باش تتسهل برشا امور، ونجاح راهو في المتناول. كيف كيف زيدا تحقق اهدافك وخطى ثابته نحو مستقبل خير برشا من البارح. ومن اهم توقعات ماجي فرح، البرج الثور تتحرر من ضغوطات قديمه، عندك انفراج باي باي للمصاعب والعوائق اللي رافقت خطواتك. كيف كيف زيدا نتعديو للجوزاء، لنجاح والارباح ماهيش بشتوفه. على الصعيد عاطفي راهي باش تتسهل امورك وعندك موعد جديد مع الحب. والسرطان بين البارح واليوم مسيطر عليه شويه ضغوطات، ان شاء الله من الاخر نهارك باش تسمع اخبار تفرهد القلب. الاسد يتخلص من بعض الازمات والظروف الحاليه، راهي في مصلحتك تعيش انفراج تتحسن النفسيه، اكا هاو عاد زيل الغش وقايه الفرحه وقايه زاده تستقبل نهارك بطاقه ايجابيه. والقرارات المهمه راهي من نصيب العذراء، عندك أحداث مصيرية بالنسبة لحياتك المهنية. نتعدي ونحن للميزان اللي تتبسم له الأقدار وعنده رحلة على قريب، عنده سفرة ينعم في الأفق. حتى العقرب بداية مرحلة جديدة في حياته المهنية، والفترة هذه راهي اتصالاتها إيجابية. كيف وكيف برج القوس، الفترة هذه إيجابية باتصالاتها وأخبارها، عنده لقاء مهم والأيامات الجاية تحكي على مفاجأة، والمفاجأة هذه والكادو مزين باش يكون في نهار اليوم في نهار عيد ميلادك. الجدي ترتفع المعنويات تتحقق اهدافك، ومازال الخير ينعم يطل عليك حتى في العام الجديد. كيف وكيف دالو مشاريع ناجحه، وهذا الكل راهو ما جاش من لا شيء. ونختموا مع الحوت اللي عنده زاده سفره واجواء الفرحه، ان شاء الله يا ربي راهي باش تنور حياتك.